أكثر من 6 أعوام مضت وهذا الركام على حاله، وتلك البيوت المهدمة لا تزال تخفي تحت أنقاضها جثثا متفحمة تتكشف بين الفترة والأخرى لتجسد الفادحة الكبيرة التي حلت بأم الربيعين وثاني أكبر مدن العراق الموصل. وبالرغم من أن التقارير الحكومية والبرلمانية وتقارير المنظمات المحلية في العراق تفيد بأن هناك أكثر من 40,000 قتيل وجريح ومفقود بين المدنيين وانهيار 70% من أبنية المدينة، إلا أنها وعموم محافظة نينوى لم تشهد أي حملات لتعمير شبكات الطرق والجسور، إضافة إلى المستشفيات والربط الكهربائي، فضلا عن تفشي الفقر والبطالة. وفي ظل نزوح غالبية سكان الموصل تشهد المدينة نفوذا متزايدا للميليشيات لم يقتصر على التحكم بالواقع الأمني فحسب، بل تعداه إلى الواقع الاقتصادي من خلال مكاتب تتاجر ببيع وشراء العقارات وإجبار السكان على بيع ممتلكاتهم بأساليب الترغيب والترهيب، فضلا عن الاستيلاء على الأماكن التاريخية والدينية. واقع الموصل المدمرة يشكل غطاء لعمليات تغيير هوية المدينة، لذلك تقف أطراف في العملية السياسية عائقا أمام أي مشروع لإعادة الحياة في المدينة حتى تصبح في حكم المنسية ويجبر أهلها على بيع ممتلكاتهم بأسعار زهيدة لأطراف تنفذ أجندة مشروع التغيير الديموغرافي برعاية إيرانية. المحافظ الأسبق لنينوى أثيل النجيفي أكد سابقا أن أي حديث عن إعادة إعمار الموصل هو مجرد وهم، والأمر يقتصر على بعض الأعمال الشكلية، في حين أن المدينة تحتاج إلى إعادة إحياء كاملة بدءا من البنية التحتية وصولا إلى بناء المنازل من جديد. وبالعموم فإن مدينة الموصل لن تشهد ولادة جديدة في ظل هذه المنظومة السياسية التي تعتبر إغراق العراق بالأزمات سبباً لاستمرارها في حكم البلاد.